أكد العديد من فلاحي شعبة الطماطم الصناعية بأن مردود جني الطماطم لهذا الموسم كان استثنائيا وإيجابيا إلى أبعد الحدود، وذلك مقارنة بالسنة الماضية خاصة على المناطق الغربية من الولاية على غرار البسباس، الدرعان، بالمهيدي وداغوسة. جميع ولاية طرف معروفة بشعب الطماطم من القدم، سنة عام استثنائي، ربي سبحانه العام اللي فات دالنا سنة قلنا نعطيكم، والحمد لله رب العالمين، يعني كاين عندنا روندمون باهي، خير كبير، طماطم من نوعية باهية، المحاولين فرحين بها. يشهد الجميع أن هذا الموسم نتكلم على شعب الطماطم الصناعية في ولاية الطرف يعتبر موسما استثنائيا. الفلاحون أعربوا عن فرحتهم الكبيرة وأرقام مردودية إنتاجهم في شعبة الطماطم لهذا الموسم، مرجعين السبب الرئيسي إلى تتبع العديد منهم إلى المسار التقني بشكل صحيح وكذا مرافقة الدولة. نقدر نقوم باستقبال نوع يعني الطماطم الصناعية وكذلك الفواكه في نفس الوقت، هذا ما ينقص يعني المشاكل الكبيرة على الفلاحين وأن يقومون بعملية كيف نقولوا يطيشوا المنتوج تاعهم، سيتادير تلف المنتوج تاعهم. المجهودات التي بذلت من خلال اخواننا المهنيين في هذه الشعبه، كذلك المسارات التقنيه التي طبقت ناهيك عن صقيب التقطير والاصناف الهجينه، كذلك مكننه الفلاحه منذ شتلات الى غايه عمليه الجني، كل هذه العوامل جعلت من ولاية الطارف ولاية تبقى تحتل الريادة في هذه الشعبة. هذا وتبقى شعبة الطماطم التحويلية بولاية الطارف رائدة إلى أبعد الحدود، خاصة بعد أن أعطت الدولة تسهيلات كبيرة لفلاحي الشعبة